الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم بخير. معنا اليوم جلتش ردد ذهب وفلوس، والجلتش راح يكون عن طريق التحديات اليومية. طبعا المفروض يعطيني سبيكة كاملة ذهب، بس لأني ساحب على التحديات ما راح يعطيني، فراح يعطيني 0.40 ذهب، واللي مسوي التحديات اليومية راح يعطيك سبيكة كاملة ذهب، لأن تحدي واحد راح يعطيك دبل 0.50، فالتحديين راح يعطيك سبيكة كاملة. علشان أبسط لك التحديين، تجمع 3 كنوز بشكل عشوائي، كيفك، بطاقة ومجوهرات، 3 كنوز، والرابع والخامس تجمع نباتات، فيصير عندك التحدي فوق باقي لك نبتة، والتحدي تحت باقي لك كنز وتخلص تحدي، وبعدها تروح لأي نبتة نفس النباتات هذه اللي تبيعها مدام نزار، وبنفس الوقت تكون جاهز انك تضغط عامة اليد مرتين وتوديك للشبكة، راح نطفيها ونشغلها. والحين مثل ما سوينا قبل، سهم يسار بعدين كوك جوين وتختار اي شت داون، وتحسب كم ثانية ويدخلك، لان راح تاخذ النبتة قبل ما يدخلك بثانية. فمثل ما تشوف قبل يدخلني بثانية اخذت النبتة، لاني كنت حاسب كم ثانية ويدخلني للجيم. وأول ما تروح علامة تحت اللي تفتر، تطفي النت وتشغله مثل ما كنا نسوي قبل. وبالنسبة للبي سي، يمسح على الكيبل أو يطفي النت، نفس طريقة البلاي ستيشن، ما يفرق يعني. فنطفي النت الحين إن شاء الله، وترد للقائمة الرئيسية وتختار فري روم، وراح يردك على نفس المكان. بالنسبة لرسم المكان من بعيد، يظل بنفس المكان 5 دقائق بعدين يبلش الجلتش. ولما يردك راح تلاحظ معك الذهب اندبل، والتحديين لحد الحين موجودين، هذا التحديين ما راحوا، راح تحصل نبتة لحد الحين موجودة، فراح تعيده. يعني عندك اليوم كله طلع ذهب، لا تطوف اليوم هذا. فراح نسوي بعد مرة ثانية عشان نتأكد منه بس. والحين صار معي 101.27 ذهب، والتحديين لحد الحين موجودين، والنبتة موجودة. وكالعادة لا تنسى بس تجمع 10 نبتات تبيعهم عند مدام نزار، فمنها فلوس ومنها ذهب، ما يمديك تجمع أكثر من 10 نبتات، فبيع 10 نبتات ورد ثاني مرة طبق نفس الحركة، يعني فلوس وذهب. وراح أحط لكم تحت بالوصف رابط الكنوز الخريطة، واللي عنده سؤال اكتب ليه تحت. وبس، يعطيكم العافية والسلام عليكم.